انفجار مخزن سلاح حزب الله في النبيشيت الأربعاء أقفل أرقام شهدائه على 9. في المقابل فتح باب التساؤل لدى المواطنين حول استراتيجية دفاعية وطاولة الحوار التي طال انتظار قراراتها. انفجارات متنقلة من طير فلساي وخربة سلم والشهابية إلى الضاحية والنبيشيت وغيرها من مناطق ينتشر فيها السلاح غير الشرعي، مهددا الناس بحروب مثل 7 من أيار وبمزيد من الضحايا. لم نعد نتحدث عن مقاومة فقط مخصصة لمواجهة إسرائيل في الجنوب. المقاومة منتشرة في كل الأراضي اللبنانية، وكل اللبنانيين يعني خاضعون لهذا النظام المسلح الذي لا يخضع لسلطة الدولة المفترض أن يكون لها حصرية السلاح. أمام هذا الواقع لا يمكن إلا التوقف عند الأثار الاقتصادية والسياسية لانتشار السلاح وتفجره. يضع علامات استفهام حول لبنان وحول التعاون مع لبنان وحول زيارة المواطنين العرب إلى لبنان، وهذا يؤثر على الموضوعين الاستثماري والموضوع السياحي. كل ذلك قد أدى بالواقع بصورة مباشرة إلى انخفاض النمو، نسبة النمو التي كانت عام 2010 من 7% إلى 1.2% خلال عام 2012. أما المواطنون فهم يتخوفون مما يحصل على أمل نهاية هذه الدراما. طب إذا هون صار انفجار وهون صار انفجار وهون صار في انفجار وكده يا دولة؟ بعد في سياح بالبلد؟ انتبه، في سياح بعد، في حدا؟ حتى هن اللبنانية عم يظهروا. هي شو بتأثر على اقتصاد البلد؟ بتدمره. شو هتعمل؟ بتكسره. في تربو. أشعر باليأس، أتمنى أن نبقى حياديين ونستمتع بحياتنا سويا. طويلة، الله يسترنا من الأعظم. شو هيدا؟ ما بعرف، بلد مريب. الروايات حول مقتل عناصر حزب الله تعددت، ومنها أنهم قتلوا في سوريا مع أحد قيادي الحزب، لكنها كلها لا تنفي أن 3 شبان ينتمون لحزب الله دفنوا في مناطق عدة ومنها سحمر البقاعية بعد سقوطهم في المكان الخاطئ.